رحمة الله على الجميع. سؤال يا شيخنا، انتشار أكل الحصنة ده شيخنا، إيه رأي حضرتك فيه؟ ما حصلش، حصل في بلدكم أكل حصنة؟ تشوهونا المحافظة، تشوهونا مدينة المنصورة، تشوهونا مدينة المنصورة إنها تذبح حصنة ميتة. أنا حصنة بسأل سؤال عام، ماليش دعوة باللي حصل إيه. أنا عارف يا طه، لكن أنت تعرف مغزى سؤالك. أيوه على كل سمعت، حال، لكن لا 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 أرى. إن سألتني سؤالا حاصله، هل يجوز أكل لحوم الخيل؟ نعم يجوز أكل لحوم الخيل، لكن تبين للناس أنها لحم خيل. قالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وهناك عدة أحاديث في هذا الصدد، قد جمعت بعض الأخوات، أظنها زوجة الشيخ سامي العربي من السنبلوين وفقها الله، رسالة في حل لحوم الخيل، ورسالة طيبة في هذا الباب، جمعت فيها الأحاديث في هذا الصدد. فلحم الخيل حلال أكله، لكن تبين للناس أنه لحم خيل، وشوف السلخانة توافق لك ولا لا، مسألة ثانية يعني. ربنا يشرح صدرك. مصحف كبير بقى؟ نعم يا شيخ طه، مصحف كبير بقى. مصحفين كبار يا شيخ طه، عينينا ورأسنا يا شيخ طه. ربنا يشرح صدرك. إنا نحبك في الله، أحبك. أنت رجل ابتليت بحبيبتيك فصبرت، هنيئا لك. الحمد لله. الله يزيدك إيمانا العلي. يا رب.